بعض الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، حتى أيضا من بعض الزملاء الإعلاميين، عن نية إدارة نادي النصر في إلغاء عقد السيد زهران مدرب الفريق النصراوي. تواصل برنامج اليوم الملعب مع أحد الأشخاص المسؤولين في إدارة كرة القدم بنادي النصر، وسأل عن مدى صحة هذه المعلومة، ونفى جملة وتفصيلا نية الإدارة في إقالة السيد زهران بعد التعثر بالخسارة في مباراة الفريق الماضية أمام فريق التعاون. وذكر هذا المصدر بأن ممكن يقال السيد زهران لكن بعد الجولات القادمة لو كان في دروب فني للفريق، لكن هل في نية الآن لإدارة نادي النصر بإقالة السيد زهران؟ ذكر حرفيا بأنه لا توجد أي نية في إقالة السيد زهران. ناصر، والله غريب يعني يمكن تكلمت تحت الهواء، يمكن يعني في حتى زملاء اعلاميين تكلموا عن هذا الامر. انا اعتقد ان النصر مع زهران مقدم مستوى كويس، ممكن مدرب فرض شخصيته على الفريق بشكل كبير. اذا الاداره النصراويه تفكر في اقاله زهران، اعتقد انه يعني انتكاسه كبيره للفريق النصراوي، لا سيما الان يعني الفريق جالس ينافس. صحيح تعثر التعاون كان مفاجئ، لكن الفريق اذا نتابع التعاون في الفترة الأخيرة بدأ يستعيد كثير من وضعية الفريق الموسم الماضي، وجالس يقدم مستوى كويس، والتغيير يمكن الفني اللي حصل في التعاون خدم الفريق واللاعبين بالعودة بشكل جيد. اللي شاهدناه في مباراة التعاون لاعبين النصر ما قدموا المستوى، وأنا أخشى أن يعني يكون هناك تكتل في الفريق النصراوي من اللاعبين لإسقاط زهران، لأن زهران جالس يفرض شخصيته وجالس يعني يكون صارم في مع اللاعبين، ما يكون يعني اعطى هويه للفريق النصراوي. نعم، وحتى ما في مجامله. صحيح، في وشاهدنا اسماء شابه بكل تاكيد، يعني تصعيد للاعبين نجوم منتخب الشباب اللي حققوا مع الاخضر تاهل كاس العالم، نجعي وعبد الرحمن الدوسري. هذا يعطيك ان المدرب فعلا جالس يغير في جلد الفريق بشكل ايجابي، وبالتالي اعتقد ان اثاره مثل هذه القضايا قد يكون بعض النجوم الفريق اللي ما لهم حظوة عند زهران قد يستثمروا علاقاتهم مع الإعلاميين، مثلا تسريب مثل بعض الأخبار للتأثير على أجواء الفريق. لسيما أنت تحدثت أن أحد إداري كرة القدم تحدث في حال استمرار هذا التعثر في الجولات القادمة قد هذا إشكالية. لا إيه، بس هو إيش كان يقصد؟ كان يقصد أن